السلام عليكم. دلوقتي هنشوف مع بعض ازاي نرسم سلاب في برنامج فاكتور ووركس. هاجي هنا اختار بيلدينج شيل وابدا اختار السلاب، الاقي ان انا ممكن اعملها من خلال البولي لاين، اروح راسم كده بالشكل دوت. طبعا عندي الادوات ان انا ارسم هاي خط او ارسم ارك او ارسم الاشكال ديت كلها. ارسم كده السلاب، وممكن ارسمها من خلال الاداه بتاعت الوول، البيك وول، بس لازم يكون عندي وول الأول. فبرسم الوول اهوت بالشكل دوت، أرسم أول نقطة، بعد كده أدوس مرتين عشان أقفل الشكل، وبعد كده أقول له أنا عايز أعمل سلاب، وأروح مختار الحوائط بتاعتي اللي تكون الشكل، وأروح دايس إنتر بيبدأ يرسمها لي. خلينا ندخل هنا كده في ال 3D بالشكل دوت أهو، وبعد كده بدوس كنترول والبكرة بتاعت الماوس عشان أشوف السلاب زي وحش. طبعا تقدر من هنا تختار الستايل أو تختار النوع بتاع السلاب اللي عندك، الأشكال موجودة اهي، تقدر تختار اللي أنت عايزه وتقول له سيلكت وتبدأ ترسم النوع اللي أنت عايزه.